يعني أعتقد أن هذا الإجراء هو الإجراء العادل بالنسبة للشعب السوري والمنصف بالنسبة للسوريين الذين يعانون منذ سنوات من قضية الانتهاك والقتل والحالات التعسفية بحق السوريين ككل. واليوم بدأت يعني تقريبا أولى المحاكم بخصوص ضباط سوريين قاموا بانتهاكات داخل السجون بحق معتقلين سوريين، وهذه تعتبر خطوة جيدة نحو العدالة ونحو مستقبل يمنحنا بعض الأمل بأن يكون هناك عدالة في المستقبل تأخذ للسوريين حقوقهم بدل حالة الانتقام والثأر وحالة العسكر الموجودة على الأرض، حيث ندرك تماما على مدى السنوات السابقة جميع الأطراف العسكرية شاركت بانتهاكات حتى الأطراف السياسية. وكي لا يقف الموضوع يعني عند قضية النظام الذي قام بالعديد من الجرائم بحق السوريين، للأسف هناك الكثير من الضباط الذين قاموا بانتهاكات بحق السوريين موجودين إما طليقين في أوروبا أو موجودين بين صفوف المعارضة أو أنهم ما زالوا لدى النظام، وهؤلاء جميعهم يجب أن يكون هناك محاكمة عادلة ومحاسبة لإنصاف الشعب السوري. أستاذ سردار، بما أنك تطرقت إلى موضوع ضباط وعناصر أخرى منشقين وموجودين في أوروبا، وبما أن حضرتك متواجد حاليا بألمانيا، هل هناك أي خطوات أخرى من الحكومة الألمانية لمحاسبة أيضا هؤلاء ومتابعتهم؟ يعني حقيقة لنكن دقيقين، يعني حالة الانتهاكات لا تقف عند الضباط فقط، فهناك أناس عملوا في المجال السياسي وأناس عملوا في المجال العسكري، هؤلاء جميعا قاموا بانتهاكات وستكون هناك محاكمات لأجلهم. وقضية المحاكمة في ألمانيا جرت بأن تكون على أراضي ألمانيا، ولكن من قام بها هم مجموعة من المحامين السوريين ومنهم الأستاذ المحامي أنور البني الذي تابع هذه القضية مع مجموعة محامين، وأعتقد أنهم سيستمرون في محاكم أوروبية أخرى عدا ألمانيا، في ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى، وربما هذا يفتح المجال أمام السوريين كي يستطيعوا أن يقوموا بإقامة دعوات ضد المنتهكين بحق السوريين، إن كانوا ضباط من طرف النظام، ولكن نعرف أن المعارضة أيضا والنظام الطرفان قاموا بانتهاكات كثيرة، هناك عدة قامت بانتهاكات بحق السوريين، كل من قام بانتهاك بحق السوريين يجب أن يذهب إلى المحاكمة العادلة، وهذا عالميا معروف، يعني كثير من الدول قام كثير من الضباط أو الأشخاص بانتهاكات كانت المحكمات العادلة في النهاية هي المنصف بالنسبة للشعوب. طيب أستاذ سردار، تقول أن الموجودون في المحكمة هم سوريون ومن بينهم الأستاذ أنور البني، إلى أي مدى تمتلك المحاكمة أدلة دامغة تدين أنور رسلان المنشق؟ يعني أعتقد من خلال المتابعة هناك أدلة وبراهين وهناك شهود أيضا، يعني أنور رسلان ضابط من ضباط المتهمين بالانتهاك بشأن 4000 إنسان، أنور رسلان متهم يعني بانتهاك أو قتل 58 معتقل وحالات عنف جسدي واغتصاب بحق المدنيين أو المعتقلين في السجون، فهناك أدلة وهناك براهين وهناك أيضا شهود من قاموا بهذه الدعوات وهناك محامين قاموا بمساعدتهم بذلك. طيب رسلان هو ضابط منشق كما هو معلوم، لكن هل برأيك هذا الانشقاق وتغيير موقفه السياسي قد يحول أو يخفف من الحكم؟ على العكس، يعني قضية رسلان بأنه ضابط منشق لم تشفع له بأن يكون بعيد عن الأقفاص العدالة لأنه قام بضرر كثير. حقيقة اليوم بين صفوف المعارضة أو في أوروبا وفي أماكن أخرى هناك الكثير من الضباط وهناك الكثير من المسؤولين عن الانتهاكات من طليقين،
ولكن في النهاية هؤلاء سيتم محاسبتهم إن كانوا منشقين وإن كانوا غير منشقين، وهناك قانون بحسب قانون الدولة سيتم المحاكمة. إن كان رسلان وسواه سيأخذ بناء على الأدلة والبراهين ورؤية القضاء والدستور في الدول الأوروبية، وجميعنا يدرك تماما أن الدول الأوروبية لديها قضاء عادل، لديها دستور، وسيأخذ كل إنسان نصيبه بحسب القانون الموجود في الدولة. طيب باختصار شديد، لم أعد أملك الكثير من الوقت، هل تتوقع أن تفتح هذه المحاكمة الأبواب أمام محاكمات سواء لعناصر أو مسؤولين كبار متهمين بجرائم حرب في سوريا؟ أنا متأكد أن العدالة في النهاية ستنصف السوريين، وسنرى جميع المجرمين خلف هذه القضبان، قضبان العدالة وليس قضبان الانتقام وغيرها، قضبان العدالة وفي المحاكم. نعم نعم سردار ملا درويش، صحفي ومدير شبكة آسو الإخبارية، كنت معنا من ألمانيا على شاشة قناة اليوم، شكرا جزيلا لك.